مساء الخير عليكم واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده معاكم النهارده من برنامج افتخر بمهنتك. بما اننا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن التجميل عن طريق الميك اب والتاتوهات والشنيوهات، النهارده حابه نتكلم عن التجميل بطريقه مختلفه شويه، بطريقه تخص المراه بشكل عام. هنتكلم عن التخسيس وازاي نحافظ على جسمنا ورشاقتنا وشكلنا يكون حلو. النهارده معايا ضيوفي، بحب ارحب بيكم. استاذه الهام، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. استاذه اماني، نورتينا. اهلا بيك. النهارده حابه اعرف منكم ازاي جات لكم الفكره وازاي بداتوا في المنتج. هو احنا خلينا مبدئيا نقول ان الفكره ما بتجيش فجائيه، لازم بتتولد من خلال خبرات، من خلال تدريبات، من خلال المجالات، من خلال التعامل مع الاخر. تمام. ومن هنا بنبدأ نفكر، لما حبينا نقول فكرة مثلا بداية الفكرة، البداية بتيجي ازاي. قعدنا نشترك انا ومس اماني وخططتوا ودبرتوا ازاي نطلع هي ترسم وازاي نطلع الفكرة ديت. فهي مش بتيجي من ان انا ايه طلعت فجائية، لا، هي من خلال ايه ما سبق من خبرات. تمام. وشجعتك طبعا. وبداتوا في تنفيذ الفكره. طبعا المنتج امن ومنتجات طبيعيه، صح؟ اكيد. عايزين تكلمينا شويه أكيد عن طبعًا. المنتج. هو المنتجات اللي احنا بنقدمها، احنا بنعتبر احنا بنقدم هديه، مهما كان ثمنها، هي قيمتها اكبر من قيمتها والمكونات بتاعتها بالطبع اعلى بكتير، وده الفيدباك اللي كان بيجي لنا من الناس، ده كنا بنفرح بيه اكتر بكتير قوي. هو المنتج بتاعنا بيشتغل اساسا على موضوع انقاص الوزن، من خلال ان انا بعلي من حرق السعرات الحراريه، ان انا بقلل الشهيه بتاعه الاكل. تمام. طيب مكونات المنتج، في كذا مكون في المنتج ولا مختصر على مادتين ولا؟ هو كل منتج له مجموعه، له تركيبه لوحده، هو كورس متكامل. وكمان الكورس دوت ميزته انه كمان لو انا حد عندي بعض المشاكل او التحديات في استعمال منتج، اقدر استعمل المنتجين التانيين. كل منتج فيهم له تركيبته الخاصة بيه وله طريقة استعمال خاصة بيه. هنرجع لأستاذة بقى إلهام ونعرف منتج كده، كلمينا عن طريقة استعماله، هل هو شرب ولا كبسولات ولا عبارة عن إيه؟ لا، إحنا المنتجات بتاعتنا كلها شرب الليكويد كلها. تمام. وهو عبارة عن كيس بطعم النسكافيه وريحة النسكافيه. حلو جدا طبعا. هو بودره، مجرد ان انا بفك الكيس بحطه في طبعا فنجان قهوه صغير جدا، كل ما كان مركز كل ما كان جاب افكت عالي. وبغلي يعني الميه، ما نفرحش بكميه الميه الكبيره ونقول كده هيجيب نتيجه افضل، كل ما بقت الميه عشان قليله الطعم. كل ما بقى احسن عشان يديني الطعم افضل. وبغلي الميه وبصبه على البودره اللي هو النسكافيه اللي هو الجرين بيرن بتاعنا، وبنبدا نشربه. بس بيحتاج ندوب اكتر، يعني نتعب شويه وندوب. ندوبه كويس. لان هو ما فيهوش الماده الكيماويه اللي بتساعد على الذوبان. تمام. وكمان يعني ايه بنستطعمه بقى. مذاقه احنا بنعاني طبعا القهوة. علشان اغلبيه منتجات التخسيس بتبقى قابليتها مش حلوه. تمام. فدايما تلاقينا خلاص خدنا كيسين ثلاثه وخلاص مش عايزين نكمل. فكويس. لا، ده بقى بيديكي حلوة. لا انا عايزه اشرب النهارده. ليه؟ لان انا برضو مش التركيز الكامل على اني عايزه اخس وبس. لا، ده انت خسي وخدي باور وخدي براحتك، اشربي براحتك. عايزه تشربي قهوه؟ لا، احنا بنقول لك اتفضلي. الجرين بيرن رائع جدا، يغنيكي عن القهوه وعن الشاي. طب نعرف بقى من استاذه اماني، ناخد الجرعه يعني قد ايه في اليوم، او قبل الاكل ولا بعد الاكل؟ عرفينا شويه اكتر. هو احنا عندنا المنتج اللوشي،
اللوشي عبارة عن قشر اللي هي بذور السيليوم مع قشور البرتقال. حاجة طبيعية جدا يعني. تمام. واما بندوبه في ميه، بندوبه في الميه وبنشربه، بنحس كأن احنا بنشرب عصير برتقال. وكمان في حاجة جميلة جدا، ان انا ممكن ادوبه في كوباية عصير، كوباية العصير بتاعتي العادية، بس طبعا يفضل انها يكون عصير طبيعي. ما احنا بنتكلم لوحدها. بقى في ايه، انا لازم اكون برضو حياتي الصحية، الممارسات الصحية بتاعتي سليمة، تمام. يعني ما اروحش اجيب عصير فيه مواد حافظة واحط عليه سكر وبعدين احط حاجة عشان التخسيس، فمش منطقي. فالعصير بتاعي يكون طبيعي، اجيب كوباية العصير بتاعتي ادوب فيها الكيس اللوشي بتاعي واشربها قبل الاكل حوالي كده بثلاث اربع ساعة. وخلال الفترة الثلاث اربع ساعة دي لغاية ما ابدأ الاكل بتاعي، يفضل طبعا وده يعني ان انا كل تقريبا 10 دقائق ربع ساعة اشرب لي كوباية مية كبيرة كده كويسة، لان اللوشي هيدخل في المعدة. بيعمل امتلاء يعني بالظبط للمعدة، بالظبط، وكل بيعمل ما امتلاء شربنا وبيدي مية احساس أكتر بالشبع. بنحس بالظبط بالشبع. تمام. فبنشرب المية على حوالي 3 كوبايات كبيرة، 4، يبقى حلو جدا ومناسب قبل الأكل بحوالي 3 أرباع ساعة. تمام. أستاذة إلهام بقى، ممكن تقولي لنا إمتى بنحس بإن حسينا بنتيجة، أو إمتى وزننا نزل؟ يعني المدة تمام. بتتراوح قد إيه مثلا؟ عايزة أقول إن المنتج ده أنا مستهلكة ليه. اول ما اخدته طبعا انا كنت ادخن من كده وزنك بكتير، ازيد من كده يعني، جربتي على نفسك الاول؟ فانا اول من استخدم المنتج ده، استخدمته في اول ما استخدمته كنا واخدين نظام غذائي صحي، طبعا ما مشيتش عليه برغم ان انا كنت باخد الجرين بيرن، الا ان انا نزلت 3 كيلو في خلال الشهر. طب حلو جدا لانه برضه. شغال على ان هو بيدوب الدهون الداخليه اللي هي اصلا زياده عن الجسم، وبيحافظ على ان جسمي بيطرد كل السموم والاكل ميه الزياده اللي زايده. الجسم مش محتاجه. تمام. طبعا بينطرد عن طريق اللي هو الايه، الفضلات الزياده اللي بتنزل من خلال الاخراج، عملية الاخراج. عمليات تمام الاخراج. تمام فعلشان اخده، بالنسبه للي هم عايزين يخسوا بياخدوا الكيسين في اليوم، واللي عايز باور وطاقه ياخد كيس. يعني هو بيدينا باور برضو اكيد وطاقة. اكيد. يعني مع في الارهاق كمان طول اليوم مزايا والعمل كتير غير موضوع طبعا، التخسيس. ده بينشط الذاكرة، بينشط الدورة الدموية، بيساعد على ذوبان الدهون اللي هي دم في في الدم. الدم. بتسهل عملية سريان الدم في الأوردة والشرايين. يعني ليه كذا ده ميزة أكيد، ده يعني. بيريح المعدة والقولون بعد الأكل جدا جدا. تمام. برضو اللي عنده سوء هضم، ده بالنسبة لي كان بينظم عندي حركة سوء الأمعاء والمعدة. جدا. برضو كاستخدام شخصي عمل معايا ان هو نظم لي برضو عمليات دخول الحمام في البول، فده كان رائع بالنسبة لي، ده تمام تجربة شخصية تمام فكان احب رائع اعرف جدا. من استاذه اماني، هل الاطفال بقى ينفع الاطفال تاخده وفي سن معين ياخدوا الطفل اللي هو بيعاني من مشكله السمنه، ولا ايه يعني؟ عرفينا شويه. احنا عندنا ميزة رائعة جدا جدا في المنتج ده، خلتنا يعني حابين نقدمه للجمهور وبقوة، ان المنتج دوت صالح للمرأة ولزوجها ولباباها جميع ولمامتها أفراد العائلة. وولادها الأفراد شبابها وبناتها، كل أفراد العائلة حتى بالذات الرجالة الأطفال. بقى، بنركز عليهم كده بالظبط. شوية عشان أيوه موضوع بالظبط الكرش. بالظبط بالظبط كده بالظبط كده. فعايزين بس إيه نركز يعني، الرجالة يعني يركزوا عليه شوية. الأطفال بقى بنبدأ من سن 12 سنة. 12 سنة. من سن 12 سنة. أنا يعني أنا عندي تجربة شخصية في الموضوع دوت، حفيدتي كل ما بتشوفني بشرب بتقول يا تيتا اديني جرين بان، اديها نقطة كده في شوية مية، عشان هي الريحة بتاعته جميلة جدا جدا وجذابة. فهو المفروض من سن 12 سنة بنبدأ نستعمل جرين بان مع الأطفال بتوعنا، وخاصة ولادنا بقى داخلين على مرحلة، احنا دلوقتي في مرحلة داخلين على امتحانات تركيز، ومذاكرة، محتاجين الأطفال وولادنا في تركيز بعضهم يا أكتر. ماما اعملي لي قهوة، يا ماما اعملي لي نسكافيه، لا. واحنا عارفين كأمهات ان الحاجات دي مضرة، ان انا اكتر منها فهي مضرة.
فاعمل ايه؟ اقدم مشروب الجرين بيرن وانا مطمنه 100% ان مفيش اي اثار أضرار جانبيه جانبية. هتحصل لابني، ولو خد منه كيس فهيديله باور عالي، هينشط معاه العمليات الذهنيه اللي تساعده على انه يذاكر بتركيز، تمام. وكمان تساعده انه يسترجع المعلومات بتاعته. غير كده كمان في حاجه جميله جدا للمنتج بتاعنا، بيساعد على ان هو يكافح الشيخوخه لانه غني جدا جدا بمضادات الاكسده. حلو جدا. فالاستمرار اليومي في استعمال المنتج بتاعنا هيبدا انا ك انا يعني انا كمستخدم ليه هبدا الاحظ، ودي حاجات جات لنا فيدباك من ناس كتيره جدا، اللي كلمني على ان هو بيبدا ينظف صدره، اللي بيكلمني على ان معدته ارتاحت، اللي بيكلمني في جالي يعني من سوريا، سيده سوريه كنا في مدينتي، تمام. ففوجئت بيها تاني يوم جايه لنا المعرض بتقول ايه المشروب بتاعك ده، هو ده سحري؟ مشروب سحري ليه؟ لا مش مشروب سحري ولا حاجه، احنا في الصحراء ولا احنا حاجه. طبعا محتاجين كمان حلقه عشان نتكلم عن فوائد المنتج طبعا، لكن بنتاسف النهارده وقتنا خلص، واحب اشكركم لوجودكم معانا النهارده جدا. وبنقدم لكم هديه بسيطه من البرنامج، يا رب تعجبكم ونورتونا. ده شيء يسعدنا طبعا، وكنا سعداء جدا ان احنا نكون ضيوف معاكم في برنامج افتخر بمهنتك، بحترم جدا جدا البرنامج ده وكل العاملين فيه، وشكرا لدعوتكم لينا. نورتونا. شكرا. احب افكركم بقى بحفلتنا، حفله الجوكر، استنونا يوم 30/12 باخره نايل سوبريم بكورنيش المعادي. طبعا مش عايزين نتكلم كتير، انتوا طبعا نوهنا قبل كده وعرفناكم ان كل المهن هتكون موجوده معانا باختلافها، المثل والقدوه للشباب في كل مهنه. العنوان هيكون باخره نايل سوبريم بكورنيش المعادي بجوار نادي الشروق. تشرفونا وتنورونا، وبشكركم على متابعتكم لينا النهارده.